يا صباح الخير والسعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال، وعلى كل مشاهدين برنامج بيت أميرة. النهاردة حلقة جديدة، ويا رب دايما أكون عند حسن ظن حضراتكم. النهاردة بقول لبابايا كل سنة وانت طيب وفي صحة وبخير وسعادة بمناسبة عيد ميلاده، ويا رب يديمك فوق راسنا دايما، ويا رب يخليك ليا ويخليك لإخواتي. اخواتي بيقولوا لك كل سنه وانت طيب، واحفادك روان وريم وزوجي مسعد البشاحي وكل اللي بيحبوك وكل اللي الغاليين عليك بيقول لك كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليا. في تهنئه تانية كمان موجوده معانا، تهنئه لشيماء شوشان بمناسبه الزواج السعيد. الف مبروك لاحلى عروسه في الدنيا، متزوجة أحمد نصير. ألف ألف مليون مبروك يا حبيبة قلبي، أختي وحبيبتي وصاحبتي وكل حاجة ليا، يا رب يتم عليك بخير يا قلبي أختك ويفرحك دايما يا رب. النهاردة بقى هنبدأ حلقتنا وحلقة جديدة، يعني إن شاء الله بإذن الله وتعجبكم دايما. النهاردة معانا القارئ والمبتهل الشيخ جمال أحمد الباجوري، المبتهل بإذاعة وسط الدلتا وجمهورية مصر العربية وكحمدار الابتهالات الدينية. بس قبل أي حاجة احنا بنعتذر عن النهاردة مش موجودة معانا، الشيف بتعتذر لأنها تعبانة شوية، بنقول لها والله هتوحشينا يا شيف، يعني كانت اخر حلقه ليها النهارده في بيت اميره بس ما قدرتش تيجي وهي تعبانه شويه، بنقول لها الف مليون سلامه وربنا يقومك بالسلامه يا رب، وان شاء الله باذن الله يكون لها لقاءات معانا كتير. واي حد عايز يتواصل مع الشيف في القناه باسم قناه الشيف نجلاء موسى، ان شاء الله باذن الله نشوفك على خير يا شيف. وهنتواصل مع الشيخ، انا اسفه ليك بس علشان ما انساش. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ ازيك يا شيخ عامل ايه يا شيخ جمال؟ والله الحمد لله. بجد مبسوطه ان موجوده معاك. الله يحفظك، شرف ليا والله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. احنا عايزين نتعرف من حضرتك على، تعرفنا على نفسك اكتر وعلى موهبتك يعني في الانشاد والابتهالات. انا القارئ والمبتهل جمال أحمد الباجوري. ممكن نمسك المايك؟ أنا القارئ والمبتهل جمال أحمد الباجوري. تمام من غير مايك يا شيخ، معلش. تمام. نشأت في أسرة قرآن كريم، سيد الشيخ محمود عليه رحمة الله محفظ القرآن الكريم، يعني مخرج من تحت ايده علماء واجلاء ودقاطره، بفضل الله يعني استمريت على حفظ القران الكريم، واللي ليه فضل يعني علي المشايخ اللي بيحبوني جدا جدا جدا، يعني سيدنا الشيخ عبد الظاهر، سيدنا الشيخ محمد يحيى، سيدنا الشيخ محمود علي حسن، سيدنا الشيخ محمد، سيدنا الشيخ علي، المشايخ يعني اللي بيحبوني جدا جدا يعني، ودايما بيواظبوا معايا اللي انا بروح فين واجي منين وكده، وبفضل الله الحمد لله يعني ربنا يجعلني نصيب في اذاعه القران الكريم. يا رب اللهم امين. انت اصلا محبوب جدا الله يحفظك، وصيتك كده زي ما بيقولوا مسمع. الله يحفظك. ربنا يخليك يا رب. انا برضك عايزه اسمع منك دعاء كده ولا حاجه او فقره قرانيه. حاضر. مقدمه كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
يصلون على النبي يا نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله بجد صوتك جميل جدا. عايزة أتعرف مين اللي حببك في الابتهال أو اللي شجعك في دخول مجال الابتهال؟ والله أنا بفضل الله أنا يعني صوتي هو اللي مساعدني بس كل واحد برضو ليه فضل عليا اللي هو بيحاول بيقول لكل نصيحة يعني أما باخد من نصيحة منه. وحضرتك أزهري أصلاً في لا عام طب تمام عام بس يعني ليا اما اكون يعني سعيد لما اكون ازهري. انا يعني انظلمت في حاجه واحده لان ما كنتش ازهري. تمام. لو كنت ازهري يعني كان زمان الازهر يهتم بيا. في العام ما حدش بيهتم يعني بالايه بالحاجه زي دي كده عاديه خالص يعني. لا بس ممكن حضرتك انت اللي تقوم بقى بالاهتمام بنفسك. ما انا قمت بنفسي بقى اهتميت بنفسي ولما حد بيشوف برضك الموهبة العظيمة ديت فأكيد يعني هيتشغفوا عليك إن هم نعم عايزينك. نعم أيوة أنا يعني بفضل الله أنا ما كنتش معروف عن الأول بالوقت بسم الله ما شاء الله في ناس بتشوفني تقف معايا وألاقيها بتنغيني وتتصور معايا وأنا ما أعرفهاش والله العظيم يعني يزيد. كنت في مرة يعني بنشتري حاجة لقيت واحد والله قال لي ممكن يا شيخ جمال أتصور معاك بقول له طب حضرتك مين بس قال لي انا معجب بصوتك وبصراحه يعني انت مشرف مركزنا وشرف لنا اما اكون واقف مع حضرتك واتصور معاك. بسم الله ببقى انا سعيد وفرحان يعني انا ببقى فرحان من قلبي ببقى يعني اللي انا بعمله بيجي بفعل عند الله ونعم بالله ربنا ما بيسيبش حد اكيد. نعم يعني نعم اكيد انت بتتعب بتلاقي التعب ده والله يا ربنا فعلا انت لسه بتقول ربنا ما بيسيبش حد وانا يعني طول ما معايا كلام سيدنا النبي ومعايا ربنا سبحانه وتعالى ربنا منجيني من كل حال الحمد لله. انا برضك لسه ما جاوبناش على السؤال من اللي حببك في اللي حببني والله المشايخ يعني انا كنت طالع الاول قارئ قران قالوا لي يا شيخ جمال انت بسم الله ما شاء الله خامت صوتك تمد اللي انت تبتهل وتبقى يعني كل وقت يعني ميزوني في حاجه في الابتهال كحمار الابتهال الديني اللي انا يعني مبتهل في الانشاد والابتهالات والتواشيح والكلام ده تمام يعني سيدنا الشيخ عبد الظاهر سيدنا الشيخ علي سيدنا الشيخ محمد وسيدنا الشيخ محمد يحيى الشرقاوي عليه فضل عليا جامد جدا جدا يعني بنوجه لهم التحيه طبعا وسيدنا الشيخ محمود علي حسن وسيدنا الشيخ الخشت لا ما شاء الله حبايبك كتير ودايما واقفين معاك مشايخ الاذاعه بسم الله ما شاء الله يعني مشرفينا في كل مكان دايما يا رب وحضرتك نشوفك دايما يا رب اللهم امين في الاذاعه باذن الله اللهم امين ان شاء الله باذن اللهم الله امين يا رب لانك تستاهل كل خير اللهم امين يا رب. طب عايزين نسمع بقى يعني انا سامعة الابتهال بتاع حضرتك اللي هو يا سيدي واتيت لك يعني بجد يا سيدي واتيت لك يا سيدي يا سيدي واتيت لك جميل جدا عايزين نسمعه من حضرتك. حاضر. يا والمؤمن
عبدا وقد أسلمت لك العجز لي والملك لك يا وقد أسلمت لك العجز لي والملك لك والذل لي والذل لي والعز لك فالعبد عبد ما سلك فالعبد عبد ما سلك كل كل ولو حتى ملك كل ولو حتى ملك أنت الذي أجرى الفلك نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم زد وزد. اللهم زد وبارك وسلم على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظك. دي موهبة فعلا يعني ما فيش زيها ولا أحسن منها. الحمد لله. لأن في مدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. عايز أعرف برضك من حضرتك إيه الفرق ما بين الابتهال والإنشاد؟ الإنشاد هو شامل الكل، تمام؟ طلع منه أول حاجة الإنشاد برضه، تمام؟ في إنشاد يعني إيه زي الأم الكبير، متفرج برضه إنشاد اسمه إنشاد، تمام؟ تمام. تاني حاجة الإبتهال، تالت حاجة التواشيح. التواشيح كل حاجة من دول لها فرق كبير ولها جامد جدا جدا جدا. وكل واحد فيكم متخصص ولا في؟ والله يعني اللي يعني اللي بينشد اللي بيبتهل يشمل الكل عادي. تمام. يعني انا حاليا بنسجل حاجة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بال يعني بالعود والني والكلام اللي يعني ايه والدف بكلامك انت كلامك انت يعني كلامي ولحني وتعب ومشاريع كله فيه. تمام. يعني ربنا يجعلها يعني تكون يعني مقبوله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللي الانشاد بيبقى فيه موسيقى واللي تبقى اللي شامله من ايه من الادوات الموسيقيه. تمام. تمام. وبيبقى فيه حد يعني ايه واحد ولا اتنين بيردوا عليه. تمام. تمام. الابتهال زي يا سيدي واتيت لك كده. يعني في زي ابتهالات الفجر. ساعه الخشوع مع الله بعد القران في اذاعه القران الكريم. تمام. التواشيح الدينيه زي سيدنا الشيخ طه الفاشن عليه رحمه الله يرحمه كان يقعد سته زي ما انا قاعد كده وهو قاعد مكان حضرتك كده. هو يقول يعني يقول قرار وهم يردوا عليه بالجواب. دي بطانة الايه التواشيح الدينية. انا بتذكر برضك حماية الشيخ عبد القادر الوشاحي رحمة الله عليه. رحمة الله. ما شاء الله برضك كان في الابتهالات وكان يعني حاجة كبيرة جدا على مستوى زفتة والغربية. اللهم ارحمه رحمة الله. نسمع عن سيدنا الشيخ نسمع عنه عليه رحمة الله. نسمع عنه الله يرحمه.
عايزه بقى في الاخر خالص عايزين نعرف في ايه نفسك في ايه وايه طموحاتك في مستقبلك؟ طموحي في نفسي اللي انا ابقى يعني زي سيدنا الشيخ محمد عمران عليه رحمه الله وزي سيدنا الشيخ نصر الدين طوبار وزي اي شيخ بيبتهي لسيدنا النبي في اذاعه القران الكريم ودي اللي في نفسي بتمناها من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. ما دام في نيتك خير وما دام بتسعى كمان ان انت تكون حاجه ان شاء الله ربنا معاك ويوفقك باذن الله. يا رب. انا بشكرك جدا ونورتنا ولو حابب تقول شكر لاي حد ممكن تقوله. الشكر لكل واحد وقف معايا وساعدني. والشكر لكل واحد جل على كلمه طيبه. واشكر برضه لواء بيه الاسلامي ليه فضل عليا جامد جدا. مكتب مساعد وزير اول داخليه يعني بتمنى له الشكر ويعني لو يعني اشيله على راسي والف بيه في بلاد العالم كلها والله. متشكرين جدا يا شيخ. الله يحفظك. الله يخليك. ربنا يخليك ونورتنا وشرفتنا. الله يحفظك. الله يخليك. وان شاء الله يبقى لنا لقاءات كتير مع حضرتك. يا رب دايما يا رب. ان شاء الله دايماً. باذن الله. يا رب دايماً. فقرتنا خلصت بس لسه الفقرات كتير استنونا فاصل ونواصل.